عزيزي الغاوي في كل حته، عزيزي الغاوي في كل مكان، اهلا بكم في فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يباركنا في كل شيء. حضر كوبايه الشاي او اليانسون لو عندك مذاكره، طبعا او مش هقول لك سيب مذاكرتك، خليك في مذاكرتك بعد كده تعالى اتفرج على الفيديو. المهم يا جدعان، فيديو النهارده هيبقى فيديو حلو قوي، بس في حاجه يا جدعان ما كنتش واخد بالي منها، كان في حاجه مش واخد بالي منها. احنا تمنا 70,000 يا جدعان، لا ده احنا كمان 70,300 ولا مش عارف 70,200 مشترك، يعني بسم الله ما شاء الله. ده احنا يا جدعان نوصل بقى ل 100,000 في اسرع وقت. فيا رب لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه، ولو ما عجبكوش برضك اشتركوا في القناه عشان الفيديو الجاي يبقى احسن ان شاء الله. وفيديو النهارده يا جدعان من العيار التقيل، روق دماغك ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. في البدايه كده يا جدعان، طبعا النوتي اللي احنا نقلناها الفيديو اللي فات، تمام، ننقل بقى السندينة كده دلوقتي على جنب يا عم، فك كده. وامبارح وقع يا جدعان اتكسر، بس الحمد لله اتكسر في حته ملهاش لازمه، يعني اللي هو الصباع ده، فالحمد لله لو حصل له حاجه مش عارف اجيب غيره، ربنا يستر. طبعا الحلبيه دي امبارح بعد ما قفلت الفيديو كشفت عليها طلعت نتايه. طبعا يا جدعان كل دول نوتي، الا ده ذكر، الا ده ذكر، والاثنين دولك فيهم ذكر ونتايه. ذكر ده اللي هو ابو دبله جزء زمزم، ودي نتايه طالعه لوحديها. فعندنا كده دلوقتي يا جدعان النتايه دي، انا امبارح برضك بعد ما خلصت الفيديو كشفت عليها لقيتها خلاص يا جدعان هتحصي، يعني ده خلاص هتحصي، تمام. فدلوقتي بقى احنا في فيديو النهارده هنجوز الحمام بتاعنا ده اللي احنا دخلناه كله، تمام. تمام عندنا دلوقتي حاجه، عندنا الديكوره طبعا هنا، عندنا الديكوره هنا، فاحنا هنعمل اسس جديده، هنعمل اسس جديده. طبعا لما ادخل الديكوره اللي هنا هيبقى في كلهم كام دكر، مش هيجيبوا مثلا خمس ديكوره ولا حاجه هنا. فانا عندي دلوقتي حاجه يعني مش عارف، انا هاخد رايكم فيها عشان انا مش هعملها بمزاجي، هاخد رايكم فيها قبل ما نبدا ونعمل اي حاجه، هاخد رايكم فيها عشان انا مش هعملها بمزاجي. طريحه الزغاليل دي نبيعها زي ما انا كنت قايل، ولا عشان الغيه تفضى بره ننشهم؟ هيبقى مثلا في 3 4 شباب بره على مثلا دول لك 8، برضك نعملها في حدود 12 13 واحده، ولا نبيعهم ونكبر دماغنا من النش الفتره دي؟ فانا هستنى رايكم في الكومنتات، يا نبيعهم يا ننشهم. انا بس الفتره دي زي ما قلت لكم يا جدعان عشان الكلفه اللي عماله تغلى كل شويه دي، عشان الكلفه اللي عماله تغلى كل شويه دي، في نفس الوقت عايز اعمل كميه قصوص بدل ما باكل على الفاضي، لا اعمل كميه قصوص حتى اعمل بعد كده طريحه بره للنش، ويبقى عندي كميه قصوص بعد كده اي طريحه تطلع اعرف ابيعها واطور، اعرف ابيعها واطور. يعني الخطوه دي انا عايز اعملها عشان بعد كده اطور، ابيع واجيب قصوص جديده نطور من نفسينا. فده الهدف من اللي انا عايز اعمله ده كله، تمام. فهستنى رايكم في الكومنتات. فالمهم عندنا هنا دي مش مستغلينها غير في المصطبه اللي فيها الزغاليل دي، تمام تمام. وفي هنا برضك مصطبه تاني، دي برضك انا هخليها مثلا لو في نوتي هتتعزل الحاجات زي كده. عندنا بقى هنا يا جدعان ادي باب، طبعا مش متنضفين عشان فاضيين، ادي باب اتنين تلاته اربع بيبان. وعندنا برضك هنا باب الخامس، بس انا ما بحبش احط في باب ارضي، ما بحبش احط حاجه في باب ارضي عشان ايه على الارض خالص كده يعني ما تبانش اي حاجه. فعندنا هنا اربع بيبان هنشوف فيهم ايه الاسوس اللي هتبقى طويله شويه وهنخليهم هنا، تمام، فلسه هنضفهم دلوقتي. وعندنا هنا بردك شويه بيبان، وعندنا هنا بردك شويه بيبان. فانا دلوقتي يا جدعان هنضف البيبان دي كلها وهرجع لكم تاني. طيب دلوقتي يا جدعان نضفنا البيبان، طبعا الارض لسه هكنسها بعد ما اخلص خالص، تمام. طيب دلوقتي انا جبت النوتي هنا، ايه النوتي اللي احنا هنجوزها كلها جبتها في المصطبه هنا عشان بس ما نقعدش ايه نجري وراها في الفيديو، تمام تمام. في بس حاجه يا جدعان حصلت كده عايزين نشوفها مع بعضينا. بسم الله ما شاء الله لقيت دول فكين، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. بس ده خالص، انا بس عايز اشيل بس الحصى ده اللي فكك ده من تحتهم بس. فشيلنا كده يا جدعان بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يزيده ويبارك. طبعا دول هنحاول نهتم بيهم ان شاء الله، احنا ناكل والكلام ده كده كله معاهم، بس هو كمبدئيا يعني هم ملبنين اهو خفيف، هم شكلهم لسه طالعين ما شاء الله يا جدعان، بصوا ملبنينهم تلبين خفيف اهو، فربنا يزيده ويبارك يا رب، وان شاء الله ان شاء الله نحاول نقومهم باذن الله وما يحصلش اي حاجه، تمام تمام. خلينا بقى ايه نخش في الفيديو بتاعنا. طبعا عندنا هنا اربع بيبان، البيبان دي واسعه شويه، فاحنا بقى عايزين نشوف ايه اللي نقدر نحطه فيهم، تمام. بصوا يا جدعان انا هاخد طبعا اللحم الحمر الخضار دول، ناخد النتايه كده وندخلها مثلا ولو يكن الباب ده كده اهو يا جدعان، ونقفل عليها سلاسه عشان بتاع ده بيقع، الباب ده اصلا بايظ، بصوا فك اصلا فكوك،
هركبه بس كده. فالحمرا خضار هنحطها مثلا هنا، نيجي مثلا جنبيها نجيب، اللهم صل على النبي، انا عايز البوازه. البوازه دي تعالى نجيب مثلا بوازه كده نحطها هنا، تمام كده يا جدعان؟ مثلا ولو يكن الانجليزي والحلبي، نجيب مثلا الحلبي ايه؟ نجيب الحلبي مثلا نحطها هنا كده، النتايه الحلبي دي اهي كده يا جدعان، ونجيب مثلا النتايه الانجليزي اهي ما شاء الله، ونحطها هنا. تمام؟ تمام كده، هنا اربع نوتي. طيب في هنا يا جدعان نتايتين، في هنا نتايتين، الباكستانيه دي انا مش هجوزها للدقه اللي بره، وهقول لكم هنعمل فيها ايه بعدين، فدي كده نطلعها بره الموضوع، اطلعي بره. النتايه الزاجل دي بقى، النتايه الزاجل دي انا قررت اديها، قررت اديها للدكر، اني الدكر ده يا جدعان اللي احنا كنا ماسكينه ده، شاب كويس وهي شابه كويسه، احسن ما ادي لشيماء، احسن ما ادي لشيماء. فنجيبها بردك هي كمان كده اهي، علي ده الباب اما افتحه وانسى. فنجيب بقى النتايه الزاجل دي كده، ولو يكن نحطهم، نحطها هنا مثلا الباب ده. تمام تمام. فكده احنا جوزنا خمس اصوص، جوزنا خمس اصوص. طيب الاحمر الخضار بقى، تعالوا بقى كده مع بعضنا. معلش بقى يا جدعان لو الفيديو هيبقى طويل، بس انتوا اللي بتحبوا الفيديوهات طويله مش عارف ليه. بص اهو الاحمر الخضار هنا اهو ما شاء الله. تعالى يلا، مفيش نش تاني الفتره دي. والله شكلي هطلع الزغالين اللي بره اللي جوه دي، هنشها عشان نعمل نش، فبرضك ايه نستمتع مع فيديوهات النش. فكده الذكر اهو طبعا هما هيبقوا عارفين بعض، نقول بسم الله. تمام كده يا جدعان ما شاء الله، كده دولك القص الحمر الخضار. تمام كده يا جدعان، نديهم لبعض. عندنا البوازه، طيب عندنا بقى دكرين بره، عندنا بوازات دكرين بره. طبعا استحاله هدي الدكر البوازه اخد النتايه اللي جوه اللي هو اللي فوق ده، يعني ده يا جدعان اخد النتايه اللي جوه، فاكيد مش هدولها. فنغير الدم وهجيب الدكر بتاعنا فرخي اللي احنا كنا فاكرينه انتهى امبارح وطلع دكر. خش بس باب، ايوه كده بس تعالى اهو، ده يا جدعان اهو ده فرخنا، بسم الله ما شاء الله مستواه كويس، مستواه كويس يعني عن النتايه في تقليب كويس. تمام كده يا جدعان، فنجوزه ونحطه الانتايه دي ونقول بسم الله. تمام كده يا جدعان اهو، وعلى الله التسهيل. وطبعا هيتكشفوا بردك عشان لو ما اتاكدناش، لو مثلا في حاجه احنا غلطنا فيها ولا حاجه هيتكشفوا، اذا كان بقى دكر وانتهى والكلام ده كله، بس باذن الله احتمال 90% يطلعوا دكر وانتهى يعني ان شاء الله. عندنا الحلبي ده طبعا انا متاكد مليون في المية ان هو دكر، وان شاء الله اللي جوه تبقى انتهى. تعالى الله اكبر يا ابني، تعالى يا ابني بس يا بابا، نقول بسم الله. طبعا ايه هنقضيها داخلين طالعين. تمام كده يا جدعان، فاحنا الحلبي كان فين اهو، دخله اهو ما شاء الله يا جدعان، دكر اللي على اليمين ومفروض النتايه اللي على الشمال. تمام تمام، فكده دول كده كمان جوزناهم. وعندنا ايه تاني؟ عندنا اللهم صل على حضرة النبي، ولسه دول هندخلهم برضه يا جدعان الاتنين دول. المهم احنا دلوقتي عندنا الانجليزي، الانجليزي بيبقى واقف اهو اهو يا جدعان، قول بسم الله. طبعا هو واخد النتايه اللي جوه، يعني امبارح احنا قافشينهم كانوا بيجوا ورا بعض، وانا حاسس ان هو اصلا مكسر عليها عشان هي زي ما قلت لكم لقيتها موسعه جامد. نقول بسم الله، طبعا لسه ولا حطينا طواجن ولا حطينا اي حاجه. تمام كده يا جدعان، ونجوزهم لبعض. تمام كده يا رجاله ما شاء الله. طيب كده الاربع تجواز اللي هنا دول خلاص، عايزين بقى الدكر ده طبعا، ده والنتايه عليهم ريش، انا عايز بس كتير عشان نمسكه. اهي بسم الله، وندخله للنتايه ديك. تمام كده يا جدعان ما شاء الله، فدولك هيبقوا مع بعض كويسين، هيبقوا مع بعض كويسين ان شاء الله. تمام. طيب في بقى حاجه، القص اللي بره اللي عايزين نجيبهم طوال، فعايزين ناخد قص من دولك يا جدعان. ممكن ناخد ايه؟ ممكن ناخد الانجليزه، ممكن ناخد الانجليزه ونجيب مكانهم القص التانيين، يعني ناخد الانجليزه دول، بس تعالى كده ناخد الانجليزه دول ونحطهم في بيبان كتير، نحطهم هنا اهم كده يا جدعان. خلي الانجليزه هنا، والباب ده
نجيب فيه الاثنين دول ونشوف الدنيا معاهم هتبقى عامله ازاي. تمام، هنشوف الدنيا معاهم هتبقى عامله ازاي. نقول بسم الله. هجيلك يا دي الباب. ونحطهم هنا اهو، نحط اللحمه الملقعه ده ونجيب دي. فانا كده انا ما اعرفش فايض اصلا كام فايض حمام هنا في الغيط. لا ما تهوشنيش اهو كده يا جدعان، مسكناه وكله هيبان. يقول لك على وشك يبان يا نداغ اللي بان، واحنا هنا كله هيبان ان شاء الله. خش يا صاحبي كده زي ما احنا شايفين ما شاء الله. تمام، انتوا خدتوا بالكم اللي احنا فاكرينها انتهى هي اللي زايفه على التاني. والله ما هتفرق، ده يطلع دكه وده يطلع نتايه، هي مش فارقه، هي كده كده مش فارقه. المهم ان يا رب بس هما الاثنين يطلعوا دكه ونتايه، فده بقى يطلع دكه وده يطلع نتايه، هي مش فارقه. طيب كده احنا جوزنا ادي اربعه واثنين ست قصوص. طيب اللي هنعمله بقى ايه يا جدعان؟ بس مش في الفيديو ده، النتايه دي، النتايه دي والدكر والنتايه للصواليات دول. وهشوف برضك ايه تاني لسه مش متاكد برضك ايه اللي ممكن نعمله. هناخدهم الثلاثه دول وهنخلع، وهنخلع هخلع مثلا اطلع اخلع الاربع بيبان اللي تحت دول، الاربع بيبان اللي تحت دول هخلعهم وهنزلهم الاوضه اللي تحت، وهنزل برضك الحمام اللي احنا شايفينه ممكن ايه يعني عايز يتجوز مثلا او نسيبه تحت. يعني الحمام اللي احنا عايزينه سايب نسيبه تحت، ودي لو طلعت نتايه، عشان دي انا شاكك ان هي نتايه. لو طلعت نتايه برضه دي، لو طلعت نتايه برضك هننزلها تحت يا جدعان. هي شكلها 90% نتايه يعني، باذن الله هننزلها تحت. طيب كده بقى فاضي عندنا هنا بقى كام دكر. بصوا اصلا الباكستاني زايف عليها فشكلها طالع نتايه، فمصلحه لو طلعت نتايه. طب تعالي 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 بس خش كده، بس خش كده بس، تعالي تعالي بس اثبتي بقى، خليكي هنا كده بس. هي شكلها نتايه، وحتى يا جدعان لو مش نتايه وطلعت دكر، حتى لو مش نتايه وطلعت دكر بس هي يعني باين عليها انها نتايه، هنزلها برضه ملهاش لازمه عندي في الغايه. بس بص على وشها يا جدعان من قريب، والدكر زايف عليها. هو مش شرط بس ايه يعني بنسبه مثلا 50-60% نتايه باذن الله. تمام، فلو طلعت برضك نتايه او دكر هنزلها تحت. يبقى احنا كده هننزل اربع حمامات تحت، وهننزل المصطبه، هننزل الاربع ببان دول تحت. طيب كده بقى فايض عندنا هنا بقى كام فرد حمام. اللهم صل على النبي. ادي عندنا واحد الازرق قطيفه، وعندنا باكستاني ده هخليه هنا، عندنا احمر كشك. ادي كده 3 4 5 6، يبقى كده في بوازه يا جدعان، في بوازه، في اللهم صل على النبي حلس، في استرالي، في احمر كشك، في اللهم صل على النبي ده ايه ده باكستاني، وفي الازرق قطيفه. السته دولك بقى باذن الله خلاص هيثبتوا هنا في الغيه، هيبقوا تكره. وطبعا اللزق قطيفه انا مش عايز زرق قطيفه تاني جوه، انا مش عايز زرق قطيفه تاني جوه. بص يا جدعان الدكر جاي عليها ازاي؟ هي شكلها انتهى. فما علينا، فباذن الله يا جدعان الفيديو الجاي ان شاء الله، ان شاء الله الفيديو الجاي هننزل الحمام اللي هو ملوش لازمه هنخليه سايب تحت. بس شيماء ما حدش يقول لي نزلها تحت، عشان شيماء، شيماء انا مش هنزلها تحت، شيماء انا هخليها هنا وباذن الله هشوف لها دكر كويس. هيبقى بقى عندنا ايه لما ننزل الحمام اللي انا قلت لكم عليه؟ هيبقى عندنا نتايه هزاز، وهيبقى عندنا نتايه زاجل، وهيبقى عندنا النتايتين السكرتات دولك، دولك باذن الله يا جدعان هنخليهم السكرتات دولك باذن الله. دي كده كده انا متاكد انها نتايه، وده يا رب يطلع دكر. انا لسه يعني شاكك في امره شويه، يا رب يطلع دكر. لو كده نديهم لبعض طلعوا نتايتين هنجيب لهم دكرين. تمام كده يا جدعان. بس وما شاء الله بصوا تاكل ابنها ايه. فكده يا جدعان احنا جوزنا دول دلوقتي بقى يعني خلاص كده يا جدعان، دي كده هتبقى نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. جوزنا فيها الحمام، وان شاء الله ان شاء الله الفيديو الجاي هنشوف برضك هننزل الحمام ده، وهيبقى الشغل كله باذن الله في الاوضه للحمام اللي سايب تحت. وباذن الله هنشوف برضك ايه الجديد اللي حصل عندنا، وباذن الله اللي جاي افضل، عشان عايزين نخلي الحمام اللي في السلكه ده سايب، فهنظبطها ان شاء الله. فخليكم معانا ان شاء الله يا جدعان في الفيديوهات. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا لنا لايك واشتراك في القناه. وكان معكم يوسف صبحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.